Extrait numéro 9 de Gilles FM, le 25 novembre 2020. Le coup de cœur. Extra time. على جيل فهم الساعة هي 24 دقيقة مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم مساء الخير مرحبا بكم انتم كامل اللي راكم تسمعوا فينا راكم تبعوا فينا راكم مروشين معنا على الموجة 94.7 فهم على أمواج إذاعة جيل فهم في إكسترا تايم الوقت بدل الضايع كي على يا جماعة كل حد 2 3 واليوم الأربعاء دوك نتلاقاو بكم من 4 ل 6 تحية كبيرة لكم انتم كامل اللي راكم تسمعوا فينا راكم تبعوا فينا وراكم برونشين معنا دوك الموجة 94.7 فام يا درا كيفاش جازت عليكم لا جورني جيسبر جوزتوها مليح جيسبر جوزتوها غايع كما يقولوا ناس الغرب دونك احنا نتمنى ان شاء الله تكون جازت عليكم في احسن الظروف هذه هي وما دابينا تجيو داخلين للدار كي العادة برونشيو جيل فام 94.7 فام هكا باش تجيبوا بينا الطريق يا سيدي معليش وين راه المشكل دونك تجيبوا بينا الطريق في السيركيلاسيون على بالنا في هذا الوقت يكون شوية لابريسيون في الطريق باسكو كامل الناس راهم خارجين كامل الناس راهم مروحين على بالنا بلي كونفينمون راه 8 يا جماعه دونك الناس كامل اللي عنده شغالات يشري يقضيهم اللي عنده عفسه يشريها ولازم يدخلوا دونك ما عليكم تبرونشيو معنا وتكملوا معنا على امواج اذاعه جيل اف ام 94.7 اف ام في هذا الاسباس الاكسترا تايم تحيه كبيره لكم انتم كامل اينما كنتم وحيثما وجدتم في الشرق الجزائري اللي راكم تسمعوا فينا المتوسطة 531 كيلو هرتز الناس الغرب الجزائري يقدروا يسمعونا ويتبعونا على الموجة المتوسطة 549 كيلو هرتز سينو الناس الوسط وناس الجنوب يسمعونا على أمواج الأفام 94.7 أفام وناس الغربة يا جماعة وكيفاش تقدر تنسى ناس الغربة ما كانش كيفاش سوغ لي 3w.radioalgerie.dz/jilafam يقدروا يسمعونا اون ستريمينغ لايف يا درا جيسبر راكو دايرين لابوفيت جيسبر راكو دايرين التباعد جيسبر راكو تعقموا شاك 20 30 دقيقه جيسبر راكو تحترموا الاجراءات الوقائيه اللازمه يا جماعه باسكو المرضى رانا نشوفوا الاعداد راهي تزيد دونك حنايا هي حنا هما السبه دونك ماذا بينا الناس كامل كل واحد يبدا من روحه ويجي جاي دونك يحترم الاجراءات الوقائيه اللازمه هكا باش نقصوا على الاقل لي كا هاد الايامات رانا نشوف فيهم هما غير يزيدوا حنا ان شاء الله الاعداد ماذا بينا تعاودوا لي لورا ماذا بينا نعاودوا نقصوا وانتم كامل ماذا بكم التزموا بالاجراءات الوقائيه اللازمه بلا ما نعاودو نهضروها كامل هضرناها وعاودناها دوك على بالكم بها مي ان شاء الله حتى يرفع لنا ربي هذا الوباء وتحية كبيرة كامل الناس لي زانترنوت جماعة الانترنت اللي تبعونا في الفيسبوك اللي تبعونا تاني في انستغرام تحية كبيرة ليهم سبيسيال ديديكاس لكامل الناس اللي راهم يسمعونا وكامل الناس اللي راهم يتبعونا دونك في انستغرام لو كونت تاعنا اوفيسيال اللي اسمه جيل اف ام راديو فيه 32 الف متابع وربما اكثر تحية كبيرة ليهم راهم يزيدوا دونك بين دقيقة ودقيقة راهم يزيدوا لي فولور لي زابوني دونك انتم تاني وإلا مازال ما تحقوش بينا دونك سي لوكازيون روحوا للانستغرام ديروا جيل اف ام راديو ابونيو معنا كونوا معنا انتراكتيف تابعونا في لي ستوري تاغيونا باش نعاودو نردوها لكم دونك لازم عليكم تكونوا انتراكتيف معنا تاني في الفيسبوك يا جماعة الخير دونك لاباج اوفيسيال تاعنا سي جيل اف ام فيها العلامة الزرقاء هذيك فيها الرسمة انا هذيك اوفيسيال القناة جيل اف ام عندها باج اوفيسيال اللي فيها اكثر من 300 الف متابع تحية كبيرة لهم ومدى بينا المتابعين يكونوا معنا انتراكتيف واللي مازال ما تابعناش دونك سي لوكازيون نهضروا اليوم على اليوم العالمي للعنف ضد المرأة راح نهضروا تاني على لي روبريك فيكس اللي تعودتوا عليهم انفو اي تي راح تكون حاضرة معنا الكود كور راح يكون حاضر معنا راح يكونوا حاضرين معنا دي زارتيست اون لايف على جيل اف ام وراح نهضروا تاني على العديد من المواضيع الاخرى اللي تعودتوا عليها وراح تكون تاني الموسيقى حاضرة بقوة على امواج اذاعة جيل اف ام فلا كونسول اليوم يخدمكم في اليوم الثاني على التوالي عبدو بن سعيد راح يرافقكم حتى استدلت شي يا جماعه ايوا هذه هي وبلا بافيت عبدوه راني نشوف فيها راه بلا بافيت يحترم الاجراءات هذه هي رئيس 4:12 دقيقه نبداوها ديريكتومون بالموسيقى على امواج اذاعه جيل اف ام I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mommy tells me I
spend my nights awake, and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not reach a solution, I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. So I cry and I pray and I beg for you. Love me, say that you love me. على جيل فام. سهر اللي جيت في بالي love of my life اللي خلاني yeah. Take all you want, you're close to fanny. Money leak, خد في ضعف. I don't want to be lost. There's no we, there's no us. Drag money, money, cash all you want. All the more in the world, not enough. قلبي خاوي مداك love, now you know. I'm truly hurting, all you did is mess it up. To forget me, baby, I know you think you own me, yeah. Let me remind you never loved me, yeah. Money leak, خد بحضف. I don't want to be lost. There's no we, there's no us. Drag money, money, cash all you want. All the more in the world, not enough. قلبي خاوي مداك love, now you know. I'm truly hurt and all you did is mess it up. You need to buckle up. Energy to yourself.
Extra Time. Extra Time. From Wise But Up. Info utile. جينا فهم ساعه راهي 24 دقيقه. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم نتوما كامل اللي راكم مروحين للدار يا جماعه، راكم تسمعوا فينا، راكم برونشين على الموجه 94.7 اف ام. رانا معكم في اكسترا تايم في هاد العشيه، انفو اوتيل، معلومات تفيدنا وتفيدكم، تهمنا وتهمكم تاني. دونك نبداو بها كالعاده ليميسيون تاعنا اليوم. راح نهضروا على ستريس، راح نهضروا على التوتر الزايد ولا التوتر اللي راهو عندنا يعني كل يوم في لو كوتيديان تاعنا، في اليوميات تاعنا، وين يعني ولا كامل الناس نقدروا نقولوا في الاونه الاخيره يعيشوا على وقع ضغط وعلى وقع تاني توتر كبير. والسبب هو نمط الحياه، لو مود دو في مودرن ولا نمط الحياه المعاصر اللي نشوفوه ورانا عايشينه كل يوم، خاصه يعني الناس اللي راهم عايشين في المدن الكبرى. كي نقولوا المدن الكبرى نقولوا بزاف خدمه، نقولوا تاني بزاف سيركيلاسيون، نقولوا بزاف ستريس. دونك هذا الشيء راح يعاود يولي سلبيا علينا وعلى الصحه تاعنا، خاصه من الجانب النفسي، وين يخلينا يعني دائما في حاله نفسيه متوتره وصعبه. من جانب العلاقات الاجتماعيه تاني، الستريس والتوتر ياثر علينا بزاف، خاصه يعني في علاقتنا مع احبابنا، مع اصحابنا، مع فاميلتنا، ولا حتى مع لي كوليك تاعنا تاني. دونك دائما العلاقات تكون متوتره، باسكو الانسان ما يكونش ستابل، الانسان ما يكونش في احسن احواله، وين تولي ابسط الامور تنرفزو ويولي كيما نقولوا حنا في الدارجه تاعنا سريع الالتهاب، دونك يشعل تمتم. وهذا الشيء هو اللي حيأثر لك بزاف بزاف تاني على العلاقات الاجتماعيه تاعك. واحد اخرى تاني نحكموا نحكي شويه على الصحه تاع الانسان، الصحه الجسديه والصحه البيولوجيه تاع جسم الانسان. دونك ستريس عنده تاني العديد من الاضرار اللي يعودوا سلبيا على صحه الانسان. نتكلموا على الاعصاب تاعنا اولا، ونتكلموا تاني على صحه القلب. الدراسة اللي كانت قامت بها ألكسندرا تيرا، هذه الباحثة النرويجية اللي كانت أكدت بأنه الانفعال اليومي يخلي جسم الإنسان يفرز العديد من الهرمونات، دونك دي هرمون يخرجهم لو كور تاعنا، لو كور هيومان تاعنا، كي نكونوا في حالة توتر، دونك يخلي النبضات تاع القلب تمشي دائما بشكل متسارع، يعني القلب تاعك يبقى دائما يمشي بشكل متسارع، يعني كوم سي كو واحد راه مريح نورمال آليز كالم، مي القلب تاعك يخبط، يعني كوم سي كو راك تمشي ولا راك دير في ايفور ولا راك دير في سبور مثلا، وهذا الشيء راح يتعب عضلات القلب من جهه، وايضا راح يؤدي الى ضيق الاوعيه الدمويه من جهه واحده اخرى. دونك يخلي هاد الناس هادو اللي عندهم لو ستريس زايد في حياتهم يخليهم معرضين اكثر للسكته القلبيه. تكلمنا على عضلة القلب الأساسية اللي هي اللي تحرك القلب وهي اللي تنشط الأوعية الدموية. دونك هذيك العضلة لما تتعب ولما لما العضلة تخدم بزاف، دونك الإنسان يكون معرض للسكتة القلبية، وهو الشيء اللي رانا نشوفوه يعني مؤخرا، وين ولاو دي جون صغار يتعرضوا للسكتة القلبية، وهذا الشيء اللي ماهوش مليح، ماشي عند الناس كامل. وي كاين الناس تلقاه كالم مهما يكون عنده لا بريسيون تاع خدمة تاع الدار تاع لافي كوتيديان تاعو، مي يعرف يجيري لو ستريس تاعو. وهذه الطبيبه هذه يعني ولا هذه الباحثه اللي اسمها ألكسندرا تيرا كانت قدمت نصيحه مهمه جدا للناس اللي عندهم توتر زائد في حياتهم، الناس اللي يشتريسيو بزاف في حياتهم. دونك هي كانت مثل لهم نصيحه بانهم يشوفوا الطبيب النفسي، يعني الانسان ماشي عيب ولا كان يروح يشوف سيكولوج، علاش؟ باسكو عندك شويه ستريس زائد في حياتك، وهذا الشيء اللي راح ياثر من بعد على صحتك. دونك لما تشوف الطبيب النفسي هذا الشيء راح يقلل لك من التوتر، راح يقلل لك من الستريس، دونك في لافي كوتيديان تاعك وفي الحياه اللي راك تعيشها. فوالا كانت هذه هي الانفورماسيون ايتي اللي مديناها لكم لنهار اليوم. دونك ماذا بينا الناس كامل يكونوا زان، يدخلوا للدار بالعقل، الجورنيه تاعك جوز حليب، علاش لا جوز حليب، كيما عبدو باغ اكزومبل المخرج تاعنا، ما يتقلقش، ما كانش ما يعرفش القلقات والو.
اتونسيو على هذه الافام الساعه 24 دقيقه. تبقاو معنا دائما تضحكوا، تبقاو دائما اون بون هيمور، تبقاو دائما تسمعوا الموسيقى. الآن ولمدة 30 يوم سجلوا في العروض اليومية تاع هيلة بزاف واستفادوا من تخفيض 50% على سعر التسجيل الثاني. ضاعفوا المزايا تاعكم بالنسبة السعر، ايه تخفيض 50%. هذه هي هيلة بزاف، جيزي معها تقدر. إشهار سيتي بي اس مع دي جي با. كل أربعة من 10 ل 12 تاع الليل تعيشوا فيها صراع موسيقي ما بين زوج فنانين، شونتور كونتر شونتور، جروب كونتر جروب، فرير كونتر فرير، الكيرلا بالموسيقى مع دي جي بوس على جيل اف ام.
الليل على خسرة عينيك مساتني دموعي وعدبي وما تشوفك عيني اي نو 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 كيرو سوفري اي نو 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 كيرو موري اي نو 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 كيرو سوفري اي نو 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 كيرو موري صراحه 4:35 دقيقه مساء الخير عليكم مرحبا بكم نتوما كاملين راكم تسمعوا فينا راكم على جيل فام راكم تسمعوا في اكسترا تايم كما سبق وحضرنا من قبل دوكا حنا نهضروا اليوم على اليوم العالمي لمكافحه ومناهضه العنف ضد المراه. هاد اليوم والله هاد الظاهره هادي دونك مالوريزمون اللي راهي منتشره دونك في العالم بصفه عامه. نذكروا باللي من كل سنه يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه وشي اللي كانت حددته الجمعيه العامه للامم المتحده واللي كان من المفترض ان يكون الهدف تاعو انه يعني يرفع الوعي الكبير ويؤكد ثاني مدى حجم المشكلات الكبيره اللي تتعرض لها النساء في العالم كامل. كي نقولوا النساء يعني بشكل ادق نقولوا النساء المعنفات. الهدف تاع هذا اليوم هو جاء يعني من اجل القضاء على هذه الظاهره ولا من اجل على الاقل تقليل من هذه الظاهره هذه من جهه ومن جهه واحده اخرى ثاني من اجل رفع الوعي. خرجنا تلاقينا بعديد من المواطنين الشباب خاصة منهم كنا تلسقسيناهم على هذه الظاهرة وكنا سقسيناهم على ظاهرة العنف في ضد المرأة في الجزائر. سقسينا العديد من النساء اللي كنا تلاقينا بهم أسكو هما يتعرضوا للعنف ولا لا لا. سقسينا تاني الرجال أسكو ينددوا بهذه الظاهرة وهما سير ما حيكونوا ينددوا بها. دونك نروحوا نسمعوا لهم فيها تسجيل ونعود نوليو. دوكا سيرك الدنيا خلاص دوكا ماشي كيما بكري لا فما تخرج راي تخدم راكم سمعوا في جيل افام راح نعاودوا نوليو باش نسمعوا هاد السونور دونك اللي خاص لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه. نذكروا بلي هذا اليوم هو كانت اعلنت عليه الهيئه العامه للامم المتحده في الجمعيه العامه تاعها وكانت اكدت على انه 25 نوفمبر من كل سنه هو اليوم العالمي لمكافحه ومناهضه العنف ضد المراه. كيما لقيتك نلقى غيرك وبلا تشناف انا بلا بيك راني الاف ما خصنيش تكسر الراس نتفرق ونقعد وعزاز ما نبقوا وفيد الكاس انتي في حدك وانا في حدي ماني باغي نروح بعيد ما نسمع هدرا بين الدي ونبدا حياتي من جديد عقليتك ما تساعدنيش راني حالف ما نوليش واحد كيفي ما تلقيش كرهت منك خليني نعيش
حياتي معاك عصمة نبقى فيها أو كنقول في حياتك راه ضاعت ما رانيش من لي يا خلق على جيل اف ام 44 دقيقة على جيل اف ام. مازلنا دائما متواصلين معكم، مازلنا نهضروا على اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة. هذا اليوم اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وباش نهضروا أكثر على هذه الظاهرة وباش نهضروا أكثر على هذا اليوم، تلتحق بنا الأخصائية النفسانية سميرة فكراش على المباشر على أمواج إذاعة جيل اف ام. سميرة فكراش مساء الخير. مساء الخير عادل، مساء الخير لكم مستمعين ومستمعات. واش راكي صباح لاباس؟ صباح الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دونك اليوم راح نهضروا على اليوم العالمي لمكافحه ومحاربه العنف ضد المراه. دونك راح نهضروا على هذه الظاهره. دونك قبل ما نبداو نهضروا عليها سميره فكراش، دونك انا حبيت برك تسمعي معايا هذا التسجيل اللي كنا خرجنا تلاقينا بالعديد من المواطنين، كنا سقسيناهم على هذه الظاهره بوكو بلوس. راح نسمعوا له ونعاودوا نوليو. دوكا سيرك الدنيا خلاص، دوكا ماشي كيما بكري، لا فام هاي تخرج هاي تقرا راهي تخدم، الفي دو سبور، الفي بزاف لي زاكتيفيتي، مي كوم مازال كاين هذاك لو تروك، كاين ميم دي زوم ما يقبلوش هاد لو فيك تاع المرات تحقر ولا يصرا عليها العنف. ولا انا عمري ما تعرضت للعنف. دوك انا ما شتاش قدامي العنف هدايا، بيان سير ما شجعهاش. شكون اللي يحب العنف؟ العنف يعني بصفه عامه شكون اللي يحبه؟ كاين واحد يشجع العنف؟ يعني التصرف حيواني العنف. عمري ما تعرضت للعنف الجسدي الحمد لله. لا الحمد لله. العنف اللفظي بر توعيه وكثرت اكثر الاعلام في التوعيه، نقصت شويه العنف ضد المراه الاونه الاخيره، باسكو الناس بزاف يتوعي ستو القنوات الاعلاميه، وفي اغلب الوقت هنا في الجزائر ولاو ينبذوا العنف ضد المرأة، يعني خلاص كان قلت لك ولا توعية كبيرة. الحمد لله. لا أنا عمري ما تعرضت للعنف، يعني أنا مانيش مزوجة، ولكن عمره أخي ولا أي أحد الرجال، يعني من الرجال في العائلة عنفني، يعني لا جسديا ولا لفظيا. فوالا كانت هذه تسجيلات بعض المواطنين اللي كنا تلاقينا بهم وكنا سقسيناهم في هذا الموضوع. مازالها معنا دائما سميرة فكراش على المباشر على أمواج إذاعة جيل اف ام. أولا نبداو بالتعليق على مختلف واش كانوا قالوه، يعني المواطنين اللي كنا سمعناهم ولا واحد يشجع هذه الظاهرة. يعني هذا شيء إيجابي أنه وصلنا إلى درجة من النضج والوعي في المجتمع على أنه هذه الظاهرة منبوذة ويرفضها يعني أي فرد من أفراد المجتمع. هذا شيء إيجابي. يبقى أنه يعني أنه عندما نقل من أهمية، أنه سمعنا إحدى المتدخلات قالت أنه ما تعرضتش للعنف الجسدي لكن تعرضت للعنف اللفظي. ما كانش عنف
أخطر من الآخر. كل أنواع العنف خطيرة وكل أنواع العنف منبوذة. يعني لازم عندما من قبلش كل أنواع العنف، ما هوش أنه واحد نقوله أنه أقل ضرر على الآخر. كل أنواع العنف فيها ضرر، وكل أنواع العنف تخلي مخلفات على الفرد اللي تلقاه. وأيضا أنه لازم نوصل إلى هذا، وهذا الوعي هذا يكون دائم على مدار السنة، ما هوش من مناسباتي، ما هوش شيء مؤقت، لكن على مدار السنة في وسائل الإعلام، لكن أيضا في حياتنا اليومية وحياتنا العامة، يعني في المدرسة، في أماكن العمل، في تربيتنا، يعني حتى في تعاملنا وفي تعاملاتنا اليومية لازم أنه يعني ننبذ هذه الظاهرة، الأشياء الأساسية، وننبذ هذه الظاهرة في تعاملاتنا. هلو أنا حبيت نحكي على هذه الظاهرة والمجتمع الجزائري، يعني كيفاش يشوف هذه الظاهرة، مدى بها قراءة من عندك انت من الجانب النفسي باختصار؟ يعني من ناحية النفسية، العنف هو دليل على أنه الإنسان هو في وضعية أنه يحس نفسه وضعية ضعف، فكطريقة دفاعية راح يكون يستعمل آليات للحفاظ على نفسه والتقليل من الآخر، وهذا اللي يخلي أن الإنسان يلجأ إلى العنف بأنواعه، يعني سواء العنف اللفظي، العنف الجسدي، التحرش الجنسي، المعنوي إلى آخره. فهذه الأشياء، هذه الآليات اللي يستعملها راجعة أيضا إلى خلل في سلم القيم اللي تلقاه. يعني عندما ينشأ في محيط أو في أسرة اللي كانت تعمل على التفرقة بين الذكر والأنثى، اللي كانت تعتبر على أن عنصر الذكري باش يمارس يعني رجولته لازم أنه يقلل قيمة المرأة، أنه المرأة تبقى دائما مرتهدة، هذه الأشياء هذه تدمر من شخصيته ويعتبر نفسه أنه قوي باستعمال العنف، وهذا خطأ. فلهذا نقول أنه التربية هي سلسلة دائمة، ما هيش أنها مؤقتة مثلا راح تصغر في الصغر أو في المراهقة وبعد خلاص، لا، هي يعني عملية مستمرة، يعني ولازم يعني نركز عليها ونخليها من بين الآليات اللي لازم يعني دائما نتحدث عليها ونرفض كل أنواع العنف يعني اللي ممكن أنه يخيل إلى الإنسان أو يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه يستعمل. نعم، أنا حبيت نسقسيك سؤال آخر، يعني حبيت نسقسيك شوية على الفترة الأخيرة يعني اللي كنا عشناها، خاصة يعني بعد ظهور جائحة الكوفيد، وين كانت البيانات التقارير المستجدة اللي كانوا قدموها خاصة يعني العاملين والعاملات في هذا المجال والموجودين يعني في الخطوط الأمامية لمكافحة ومناهضة العنف ضد المرأة، شاهدوا يعني زيادة في العنف ضد المرأة نتيجة كما قلنا الضغط المنزلي، نتيجة أيضا الاسترس بلك اللي يكون من عند هاد المرضي هذه. حبيت تهضري لي خاصة على هاد النقطة. هي يعني الشيء اللي حدث يعني في هذه المرحلة الكوفيد تحدث في كل مراحل الأزمات، الكوش يعني لي بلو فولنيرابل، يعني الشريحة الهشة هي منهم، هم الأطفال، هم النساء والأشخاص كبار السن، هما اللي أكثر عرضة لكل أنواع العنف. اللي حدث في هذه المرحلة، مرحلة الجائحة، اللي نعرفوا أنها كانت عندها يعني عواقب على نفسية الفرد نتيجة أنه مست الحالة الاقتصادية للأفراد، مست العلاقات الاجتماعية والإنسانية، خلت أن العنف استفحل أكثر. والأول الأشخاص اللي تلقاوا هذا العنف هم النساء والأطفال، يعني لأن كثير من الأحيان تكلموا على العنف ضد النساء، لكن النساء أنه فيه أيضا العنف هو يمارس على الطفل وما تحسوش عليه بالنسبة للملائمة. يبقى أن العنف الممارس على المرأة في هذه الفترة هذه، يعني الشيء اللي راح الأرقام اللي يعلن عليها ما هي إلا الحالات اللي وصلت للمستشفيات واللي وصلت، لكن فيه عنف راهو عايشاته المرأة بصمت وما قدرش تكسر جدار الصمت، لأنه ماهوش ماكانش موجود الآليات اللي المرافقة لهذه المرأة، لأن سهل أنه نتحدث عليها ونروح نبلغ، لكن فيما بعد كيفاش هذه المرأة هذه، من راح يتكفل بها، من راح يرافقها، من راح ياخذ بيدها، هذه الأشياء كلها راح تزيد
بعيد من التعنيف المرأة، لأن ماهوش فقط هذاك العنف اللي تلقاته، يعني هذاك العنف الجسدي تلقاته، لكن أيضا العنف المعنوي ونظرة الآخر لها. لأن ما ننساش أننا في مجتمع وين ننظر أيضا أنه هذه الضحية هي الجاني، لأن كيفاش راح تبلغت. اسمحي لي، أنت كنت تكلمتي على نقطة مهمة، يعني قلتي أنه المرأة تتعرض لعنف في صمت. ما نفهمه هنا يعني بأنه المرأة ربما تكون تتعرض للعنف في البيت، واحد ما يعرفها، واحد ما يسمع بها، واحد ما على باله بها، دونك تكون بينها بالك بين الزوج تاعها ولا بين الاخ تاعها ولا بين اللي راه عايش معاها دونك في الدار. مي انا حبيت نسالك سؤال واحد اخر. كي قلتي انت العنف، يعني حنا نشوفوا بانه ظاهره العنف ضد المراه موجوده في العديد من الاماكن، نبداوها من الشارع حتى المنزل، ربما حتى في المدرسه ثاني ولينا نشوفوا هذا الشيء. انا ماذا بيا ثاني تتكلمي لي اكثر على هذه النقطه، وش هي الاماكن ربما اللي يكون مستفحل فيها العنف اكثر؟ شوف، ما كانش مكان اللي ممكن يكون يعني في معزل عن العنف. العنف هذا يعني بمجرد ما يلقى بؤرة ليه يعني راح ينتشر أكثر. فنقيناه في أماكن العمل يعني بكل أنواعه، يعني لأنه كثير من الأحيان وسمعناه يعني حتى في الغوبرتاج أنه الكثير يقول لك العنف، يتكلموا على العنف المنزلي أو العنف الجسدي، لكن هذا ما هو إلا نوع من أنواع العنف. لكن ما ننساوش أنه هذا التحرش المعنوي، هذا الضغط اللي تمارسه على الناحية النفسية على الفرد، هذاك العنف اللفظي الذي يمارس، هذاك راهو يعني يرافق في كل مكان العمل، يرافق في المدرسة، يرافق في في الأماكن العمومية. يعني نقول إنه المشكل ما هوش في أين نلقاو هذا العنف، المشكل هو إنه عندما نخلي لهذا العنف مكان ونسكت عليه ولا نندد به ولا نبلغ عليه. هذا هو اللي يعني هذا هو المشكل الكبير. هذا هو المشكل الكبير، يعني ماهوش، لان العنف تلقاه في كل مكان، يعني حتى في حديقه منتزه للاطفال راح تلقى فيها عنف يمارس على الام ديالو، يمارس على الاخت ديالو الى اخره. فهذه الاشياء هذه لازم يعني نوضع يعني اليات داخل المجتمع لتفادي تقبل انه يكون هذا الفعل هذا يكون عنف يمارس على المرأة، لان هذه المرأة هذه من هي؟ هي الاخت، هي الام، هي الزوجة، هي الزميلة في العمل، هي يعني عندها وظائف كثيرة المرأة في المجتمع. حبيت نسيك، يعني انت قلتي بانه العنف كاين في العديد من الاماكن، قلتي بانه لازم نبلغوا عليه، قلتي ايضا بانه يعني نشوفوا هذه الظاهره ماشي غير اليوم، ماشي غير من البارح، منذ يعني منذ الازل. فوالا منذ الازل. دونك انا السؤال الاخير يعني باش نختموا، نقول لك وشنو هي الحلول في رايك انت؟ شوف، الحلول هي انه لازم تكون يعني استراتيجيه عمل على مدار السنه، ويكون فيها تضافر جهود كل الجهات المعنيه، يعني تبدا من الحملات التحسيسيه في وسائل الاعلام، لكن ايضا التربيه داخل الاسر، يعني مهم جدا انه عندما تبنى على الاحترام وعلى تقبل راي الاخر وتقبل الاخر في خصوصيته، هذا مهم جدا. ايضا على انه في المدرسه يكون يعني اساسي، يعني درس حياتي، يعني نبداو به على الاقل الاسبوع، وين نتقبل التعايش مع الاخر، تعايش مع هذه المراه اللي راهي هي يعني جزء من المجتمع. ايضا على انه نوضع الهياكل المرافقه لهذه المراه، لان كما قلنا سهل انه المراه تروح تبلغ على العنف اللي يمارس عليها، لكن من سياخذ بيدها؟ من س يعني ياخذ يرافقها؟ يعني انا نشوف يوميا نساء في الشوارع اللي حوزوها من دار، حوزها الزوج ديالها، حوزها الاخ ديالها، يعني دراما اجتماعيه رانا نعيشوها. لكن هذه النساء هذو لو كان يعني فيها المرافق اللي تكفلوا بها ما لقاوهمش في الشارع. فهذا الهياكل والمرافق اللي لازم يكونوا باش هنا المراه تقدر تكسر جدار الصمت، و يعني تستعين بمرافقه، يعني ماهوش فقط من الناحيه القانونيه، لكن ايضا من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه النفسانيه، اللي مهمه جدا للمراه اللي تتعرض للعنف. اكزاكتومون. دونك سميره فكره شخصيه
نفسيه يعطيك الصحه. كنت معنا على المباشر على امواج اذاعه جيل افهم باش نتكلموا على هذه الظاهره اللي حنا ان شاء الله نتمنوا كمجتمع، لا الدين يقولها ولا الشرع يقولها ولا المجتمع يقولها ولا الانسانيه تقولها، حاجه ما تقول وحاجه ما تشجع على العنف، سواء يعني ضد المراه ولا حتى ضد الحيوان. يقول لك ما لازمش نكونوا، ما لازمش نمارسوا العنف حتى ضد الحيوان، فما بالك الانسان. دونك حنا نتمنى ان شاء الله هذه الظاهره ما نشوفوهاش خاصه في الجزائر. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو سميره. شكرا، ميرسي. شكرا، يعطيك الصحه. كنت معنا على المباشر على امواج اذاعه جيل افام. مازلنا نهضروا على العديد من المواضيع دونك في ليميسيون اكسترا تايم لنهار اليوم. الساعه عندنا راهي 4:55. رونسمو شاب خالد، شابه يا شابه على امواج اذاعه جيل افام. Étoile Radio est ouverte de minuit jusqu'à n'importe quelle heure dans la matinée. Vous écoutez Nuit des Étoiles Radio sur le 92.6 FM.
Une cuisine sur mesure accessible? Le rêve? Exceptionnel chez Conforama. Moins 40% sur toutes les cuisines sur mesure Maestria. Moins 40%? Trop beau pour passer à côté. Conforama. Jusqu'au 16 novembre, conditions sur conforama.fr. Retrouvez la suite du programme de Nuit des Étoiles Radio. Avec le transmetteur FM, le CZET200. Transport d'une victime âgée de 20-25 ans suite à un accident de la circulation ayant occasionné la section d'un membre et de multiples blessures au visage. Probablement en état d'ébriété au moment du choc. C'est noté, on tient prêt. Un deuxième véhicule suit avec un jeune homme, même âge. En arrêt cardio-respiratoire. Tous les deux jours, un jeune entre 18 et 24 ans se tue sur la route à cause de l'alcool. Un accident mortel sur deux a lieu la nuit. Sécurité routière, tous responsables. Thank you.
believe you went along with all the fuck shit your daddy said. Like, come on, man. I thought you were my baby. Thought you were my one love.
Thank you.
Thank you.
1392 AM, écoutez Nuit des Étoiles Radio. Compilation de pubs radio rigolotes et pubs radio que j'aime. Hein, c'est les pubs, j'adore. Toi aussi? Ah oui. Ouais. Numéro 20. Julien, tu m'avais pas dit demain je m'occupe d'aller chercher le radiateur? Bah justement, regarde, je suis sur bricorama.fr, click and collect, radiateur chaleur 12, et voilà, dans 2 heures je passe le prendre. Mais pendant que tu y es, comme Bricorama est ouvert, ramène du silicone pour la baignoire. Ah oui, le silicone. Bricolons sans risque, choisissons le click and collect. Bricorama. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, Bah qu'est-ce qui tombe par rond? Bah c'est le potimarron. En ce moment chez Lidl, ils font le potimarron origine France à 1,69€ la pièce. 1,69€ le potimarron? Ah oui, et c'est le vrai prix hein, 1,69€ la pièce. Et rond petit potimarron. Tu veux ton petimarron toi hein? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Pour la sécurité de tous, nos caisses sont équipées d'une vitre de protection et sont désinfectées régulièrement. Des masques et du gel hydroalcoolique sont à disposition de toutes nos équipes. Plus d'informations sur Lidl.fr. Carrefour, le subtil parfum d'un gel douche, ça vous fait voyager loin. Très loin. Même très très loin. Houston, vous m'entendez? Mais parfaitement. Bref, quand on aime les parfums exotiques, on est heureux d'entendre que c'est l'opération beauté dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, et que jusqu'au 26 octobre, il y a 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur le lot de 3 gels douche Tahiti. C'est ça, être partenaire de votre budget Carrefour. 3 fois 250 ml, différentes variétés, magasins participants sur carrefour.fr. Il vous faut un flexible de douche et un radiateur? Clic-clac. Ils sont prêts. Il vous faut un souffleur à feuilles et un râteau? Clic-clac. Ils sont prêts. C'est ça le click and collect sur bricomarché.com. Vous commandez sur notre site? Clic. Et 2 heures après? Clac. Vous pouvez venir les chercher. Et s'il vous manque 2 ampoules, entrez. Votre bricomarché est ouvert dans le respect des règles sanitaires. Soyons prudents, soyons click and collect. Bricomarché. Carrefour. À Halloween, il y a des sorcières. Des petits fantômes. Et même des citrouilles qui frappent aux portes. Y'a personne. Alors, pour récompenser tous les petits monstres d'Halloween, jusqu'au 1er novembre, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, pour 2 paquets de bonbons Haribo Méga Fête achetés, le 3e est offert. C'est ça, être partenaire de votre budget Carrefour. 3 x 800 grammes, différentes variétés et grammages, magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Quelle que soit la taille de votre appartement, ManoMano.fr propose des meubles adaptés. Parce que c'est pas l'appartement qui va s'adapter aux meubles. Il y en a des très grands pour bien ranger tous les vêtements. Même si on sait qu'ils vont rester en boule sur une chaise. Il y en a des tellement petits qu'ils vont rentrer dans ce coin où vous pensiez qu'il n'y aurait pas la place pour un meuble. Et des super pratiques, comme des canapés qui peuvent devenir des lits. Puis des canapés. ManoMano. C'est tout de suite plus facile avec ManoMano.fr. Bricolage, maison, jardin, ManoMano.fr, vous pouvez le faire. Carrefour. Quand on sait que pour 1 euro, on peut se régaler de délicieuses crèmes dessert d'Annette onctueuses et gourmandes. C'est trop bon. Ben on fait. Et moi aussi je me lève. Alors, pour tous ceux qui font... Jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, le pack de 4 Danettes Danone est au prix choc de 1 euro. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 325 grammes, différentes variétés, magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Allez, petit, il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. Allez, envole-toi maintenant. Allez, vole! Hop, hop, hop! C'est pas compliqué. Mais tu vas voler, oui? Mais qu'est-ce que tu fabriques avec cette boîte de petits pois? Quand les dons voleront, nous n'aurons plus besoin des banques alimentaires. En attendant, les banques alimentaires ont besoin de vous pour la collecte nationale du 27 au 29 novembre. Donnez en magasin ou sur monpaniersolidaire.org. Carrefour, quand on aime se faire une bonne raclette en famille, avec de savoureux fromages au lait de vache, ou de brebis, oui, gentil. On est heureux d'entendre. Dès demain et jusqu'au 29 novembre, chez Carrefour et Carrefour Market, pour 2 paquets de fromage à raclette richement achetés, le 3e est offert. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 3 x 420 grammes, différentes variétés et grammages, modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Désir de voyage, le magazine pour rêver et découvrir le monde. Au programme, les secrets des îles Baléares et des Canaries, le Japon authentique à la découverte de Nara et Fukuishiga, les plus beaux resorts des Maldives et les merveilles naturelles de Guyane.
une échappée inédite en Pologne et de bonnes idées week-end à Lyon avec l'hôtel de l'Abbaye, en Provence et en Corse. Désir de voyage ? Disponible chez votre marchand de journaux. Alouette, partenaire de Studirama. Samedi 28 novembre, Studirama présente en virtuel le salon des formations du numérique de Poitiers. Découvrez les métiers émergents qui touchent tous les secteurs d'activité comme l'ingénierie informatique, le graphisme, la communication nouvelle, le e-commerce ou encore le e-marketing. Rencontrez depuis votre canapé de nombreux établissements représentant près de 200 formations de bac à bac plus 5. Le salon Studirama des formations du numérique de Poitiers, c'est le 28 novembre de 10h à 17h sur studirama.com. Plus d'infos et inscriptions gratuites sur studirama.com. Société, économie, éducation, santé, sport, culture. Retrouvez chaque mardi toute l'actualité de la Vienne dans le 7. Le 7, le premier hebdo gratuit d'information de proximité, est disponible dans plus de 700 points de dépôt sur l'axe Poitiers-Châtellerault. Le 7, c'est aussi un site internet d'information, une appli mobile et une présence quotidienne sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, à la une du 7, 5G, Poitiers veut créer un jury citoyen pour en débattre. La pub. 1392 AM. Écoutez Nuit des Étoiles Radio. Conforama, le confort pour tous. Mon confort à moi, c'est de voir mes films en grand et surfer sur un même écran. En ce moment, la télé Samsung connectée 4K 163 cm Ultra HD est à 699€. Et vous, c'est quoi votre confort à vous? Conforama, jusqu'au 21 septembre. Conditions sur conforama.fr. La radio de la nuit, c'est ça. Radio Nuit de l'Info. I'm a BLOOD. Been on songs with S and double OP. Inside a Ferrari with the DRE. Run up, I let it sing like Nate DOGG. Walk through eight. Les nuits de Léa. Les éclats en tombant sur le parquet le réveillèrent enfin. Il se hâta de faire des excuses à Mademoiselle de la Mole. Il voulut être poli, mais il ne fut que poli. Mathilde vit avec évidence qu'il avait troublé et qu'il eût mieux aimé songer à ce qu'il occupait avant son arrivée. Les enregistrements aigus et graves. Les compilations de coups de cœur de Pub Radio. Cheminée. Devant. Tu sais pas quoi? Je sais pas. Esprit. On revoit, ouais. On revoit pas. Oh bah non. On re-revoit, yes. Pyramide de Gizeh. Wow. C'est l'un des rares moments visibles depuis l'espace. Et là, c'est quoi cette chose? Téléportation dans le château magique. Les enregistrements de Conforama. 3 janvier 2019, je suis rendu au magasin Conforama à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. Ça va durer entre 15 ou 20 minutes. Voici le magasin. Conforama, le confort pour tous. Avouez que parmi vos bonnes résolutions, il y a le mieux manger. Alors s'il faut mieux cuisiner, autant être mieux équipé. Radio Chine Direct. À retrouver sur notre application ou sur nuitdesétoiles.fr. Extrait numéro 7 de Chine Direct, le 25 novembre 2020. Thank you.
Don't do it.